الترجي الرياضي يرجع للتشامبيونز ليغ الإفريقية في رحلة الدفاع عن اللقب، والبداية من الأراضي الغامبية اللي يتنقل لها الترجي لأول مرة في تاريخ مشاركته الإفريقية. أجواء ممتعة كالعادة رافقت وفد الترجي الرياضي في رحلته على متن طائرة خاصة وفرتها الهيئة المديرة من أجل ضمان كل ممهدات النجاح. أول مرة في غامبيا. مشينا برشا لافريك مي غامبيا حتى الاسبير حتى كلوب معناها من تونس ملعب الغامبيا بارلي كيب ناسيونال مرة بركة هذيك وأول مرة نشوفوها البلاد. جمعية كبيرة وفي كل بلاصة عروقة في كل بلاصة الترجي. بعد 6 ساعات في الجو طائرة الترجي تحط بمطار بنجولا الدولي وكل العناصر تؤكد أن الرحلة كانت مريحة. صافي لونتون على جو لافريك. لافريك آخر مرة أنا ديبلاسمون مع الترجي عام 95 بطولة عربية في السعودية. سينو حبيت نشكر سي حمدي وتراجي على الدعوة ذي باش نرافق المجموعة في حولة غامبيا. الظروف تاع الرحلة لحد التو معناتها وحنا في المطار مازلنا كي وصلنا. والله ما نلقاوش خير من هذايا معناتها فول سبيسيال معناتها كما يقول البريزيدون موفر لنا كل شيء. ماشي ماهيش جديد عليه احنا مستانسنا خذينا خبره من الافريق ومنظمين كل شيء منظمين عندنا نهارين كل شيء منظم. لعبنا قبل في سخانه كبيره ياسر في البنين وبوركينا فاسو معناتها كان الطقس فريمون يقلق برشا لكن ان شاء الله ما فماش ان شاء الله مشكله باش ما نقدموش مردود باهي وباش ما نعملوش ان شاء الله نتيجه ايجابيه وان شاء الله. اول ديبلاسمون مع الاسبيرونس كيف لقيتوا لحد الان؟ سي هذول هذه اول معناها اول ماتش نقولوا نحن كوب دافريك مع الترجي هذه التونسي. شو نقول لك هذول الرحله كانت طيبه كانت تحفونا الناس الكل هبطوا معناها ما فماش تعب. ان شاء الله تكمل هكا ونروح بنتيجه ايجابيه ان شاء الله. اي عاد ساكت اكتب اخويا بدينا من تو ساكي ما قداش يا وش معك معاك هذوما اللي كيف باش نكبروا معاهم نكبروا خويا مشيت مشيت مازال خلينا نلقاوها المدرب السويسري دي كاستيل اللي كان منافس الترجي في نهائي الموسم الفارط يصبح قائد سفينة أبناء باب سويقة في هذا الموسم ويعقد ندوة صحفية تحدث فيها عن تحضيرات الترجي لهذه المسابقة. Vu les performances que l'Espérance a fait l'année précédente et l'année avant-dernière, est-ce que vous pensez ou bien est-ce que vous trouvez que vous n'avez pas le droit à l'erreur? Le droit à l'erreur, on aimait toujours essayer de faire le mieux possible. Hein. Vous savez, un championnat, on a fait 8 matchs d'affilée sans perdre. Qui aurait pensé ça? Donc maintenant, Champions League, on va essayer d'aller le plus loin possible. Si on arrive au bout, ben, tant mieux. Sinon, ben, ça veut dire qu'il y aura une équipe qui est plus forte que nous cette année. On ne peut jamais dire d'avance qu'on va gagner une Champions League. Hein. والله عباد الكل تحكي كيما هكا ليسونسيال معناتها المهم قاعدين نربحوا متعدين معناتها مرحله طيبه نتاع اساسيه نتاع انتصارات ورا بعضهم صحيح مش قاعدين نوريو في الوجه نتاعنا نتاع الاول مي سافاونير معناها بريسك تشوف فهم برشا معناتها بلايص تاع جوريت تبدلت فهم برشا جوريت معناتها خذت بلايصها اونترور مازال جديد معناتها تحس اللي الحاجه اللي الباهيه اللي قاعدين نربحوا فهمتني اللاعب ان شاء الله تو يتحسن تو يجي معناتها نستانسوا بعضنا برشا الجروب ونستانسوا بستيل جو نتاع الانترونور ان شاء الله بقدره الله المباريات القادمه يولي اللاعب خير معناتها يولي اللاعب مع الربح زوز كي تجي تشوف الاسبيرونس اشاك ماتش تخلق 8 à 10 اوكازيون دو بوت بعد اللي ماهمش جايين من فراغ جايين من خدمه جايين فما des attaques placées les cadres n'y sont pas l'espérance
ممكن الحاجة اللي مأثرة على ممكن روندمون تاعنا هو المونك دو كونسنتراسيون، ساعات ساعات تعب، وأكثر حاجة غياب الجمهور. الفكرة نتاعكم على الأدفيرسير ما عدنا حتى فكرة، إن شاء الله يظهروا يشوفوها في التيران الفكرة في 90 دقيقة نلعبوا كونترو، ما عدنا حتى فكرة عليه، مي حاضرين كما يلزم. أنا فريقي يظهرلي لا يظهرلي ما تمكناش باش ندبروا معنا دي كاسات باش نتفرجوا فيهم، مي يظهر لي معنا يعني فريق ما عندوش معنا تاريخ كبير، فريق يظهر لي مش باش يقدر باش يوقفنا بقدرة ربي، معنا حاضرين كما يلزم. ماتش المستير اخر ماتش لعبته وما لقيتش فيه، من بعد ما عاودش هبط تكور معناتها، هذا اللي ما فهمناش علاش بالضبط. أنا قلت لك والله شوية نتعاملت أنا حتى ماتش مستير سيتي با سيتي افيك سينا بالمعلول معناها، بون شوية نتعاملت أنا معناها كان نتقبلوه. والواحد ديما حاضر باش يعاون صحابه يعطي بلوس اذا كان عملوا عليه، اذا كان ما عملوش عليه ان شاء الله في القريب وكا. صحيح عندي برشا ما لعبتش، يلزمني يكون حاضر معناتها، اي واحد يستنى فرصه كيما هكا ان شاء الله نعدي مباراه طيبه، وكما قلت معناها اي فرصه وما تعرفش عليها وتجي لازمك تكون حاضر، ان شاء الله ربي معايا ان شاء الله نعدي مباراه طيبه ان شاء الله. Je pense aux héritiers, les héritiers, en vérité, en vérité, en vérité. كانت هذه الصور الجميلة لغامبيا، صور حلوة وغامبيا. صحيح بلد معناتها سياحي، معناتها بلقينا طقس صيفي، حق ناس معناتها مضيافين، وسكننا في نزل معناتها فيه كافة وسائل معناتها الراحة. لكن برونزي شوية روحت ديجا. اي طقس صيفي معناتها واحد الشمس معناتها اكيد معناتها رغم اللي واحد ما قعدش معناتها في الشمس برشا، لكن الشمس كانت به. نمشي للصحيح هايت الترجي هذا التونسي بطل النسخه الفارطه اللي ربي تلعب الافريقيه، تحول الى غامبيا اكيد ضغوطات كبيره، نعرف اللقب وين معناتها صاحب اللقب كيف يتحول، تبدا يبدا عليه ضغط كبير برشا، كيفاش كان هذا نفسيا؟ اكيد الفرق التونسيه بصفه عامه معناتها كلها معناتها عندها تقاليد، معناتها تشارك في المسابقات هذيا معناتها باش تمشي تتقدم في الادوار في المجموعات، تلعب على من اجل الحصول على الكاس، معناتها الترجي هو حامل اللقب، وكانت معناتها الفريق هذا كان يستنى في الترجي، كان براتيكمون دور نهائي بالنسبه لي هو، كانت كانوا متحمسين برشا وكانوا فرحانين باستقبال الترجي حتى على مستوى شعبي معناتها في وسط البلاد، زاد كانوا معناتها يستنوا في الترجي، وكانت فرحه في الملعب معناتها، وكانوا متحمسين من العبيه وقدموا معناتها مقابله خاصه من الناحيه هذيا، مقابله نشوف نحن الفريق ما خلقش صعوبات كبيره للترجي، معناتها كانوا كما قلت متحمسين ومندفعين وفرحانين بمقابله معناتها حامل اللقب. مباشرة نمشي للمباراة كما كان حاضر في زمن الشاكرة للكنزاري. دوانا دوانا على أرضية ميدان الصناعية وأمام منافس مجهول يشارك لأول مرة في تاريخه في مسابقات إفريقية، خلى الترجي لقاءه بفريق بريكام الغامبي كما يلزم، وأربع دقائق فقط كانت كافية للقائد وجدي بوعازي اللي غالط الحارس ويفتتح النتيجة. ردة فعل فريق بريكاما كانت سريعة، واللاعب موسى بودان يعدل النتيجة بعد ارتباك في دفاع الترجي اللي احتج على الهدف لرعاية التسلل. الترجي كان قريب من تضعيف النتيجة عن طريق إيهاب المساكن في مرة أولى وسلامة في مرة ثانية، وحتى تسديدة يانية تمر فوق المرمى. الشوط الثاني كانت فيه يانيك يضيف هدف الانتصار لولا تدخل الدفاع على الخط النهائي للمرمى. دي كاستيلي عاوض اسلامه بالعياري، الترجي يضغط في الهجوم وخطا كوليبالي في الدفاع كان يكلف الفريق هدف ثاني لولا تدخل الحارس بن شريفيه في الوقت المناسب.
ينتهي اللقاء على نتيجة تعادل إيجابي في انتظار تأكيد المرور في لقاء العودة. شكرا شويه مجدي في الرونتمون بتاعها. اي والله ليش ياتوندو معنا كنا نصوروا هكا هكاو للماتشات الاولاني معناها من ليكيب تاع ذم نعرفوهمش باش تكون صعيبه خاصه في ميدانهم. الفرق الافريقيه قاعده تقدم راه ما نساوش ما نحضروهمش معناها مش ديما نقولوا الافريق معناها سنه با سونس معناها العقليه اللي كنا نخمو فيها. ايسونسيال قلت لك سجلنا الحمد لله ان شاء الله في ماتش الاياب نلعبوا ماتش خير ان شاء الله. الحمد لله معناها واحد نحى بونتو بكم ما عداش عمل بونتو لو معناها قعدت له حسره معناها بونتو نجم نقولوا حرام بحرام معناها بونتو جو مي الحمد لله كم ما نبوا من هنا تخلينا مقابل الاياب شكون اسهل من هكا وقدرت ربي يفوز باللقاء ونترشح الدوري المقبل ان شاء الله. On aurait dû gagner ce match mais bon c'est quand même un bon résultat vu les conditions le terrain les conditions c'était pas évident de jouer sur ce terrain synthétique. Puis les absences aussi qu'on avait, hein, on a quand même 40% de l'équipe normalement titulaire qui n'était pas là. Donc c'est quand même un bon résultat, mais il faut les prendre au sérieux pour le match retour. خد المال إذا ما كانش فما يعني التيران هذا عشب اصطناعي كان يكون حاضر في عشب طبيعي. والعشب اصطناعي صحيح ولكن في بعض لي بوس كان ريت شوية. نتصور اللي خد المال إن شاء الله نلقاه حاضر في مباراة المرسى مباراة جابس إن شاء الله. Yeah, 1-1 is not a bad result for me, but I'm playing at home, so I'm going away. I don't know what am I going to meet there. وليد يدير لي اقوى كونفيرونس هذه كونفيرونس في الطبيعه حاجه ممتازه ياسر كوتش une question comment vous trouvez cette conférence coach extraordinaire ici en plein air مستنسين نشوفوك انت يوسف البارح وحدك معناتها كنت في التدريب معناتها مش انا ويوسف معناتها ثلاثه تغييرات البارح كوسوسوا معناتها ثلاثه جوارات اساسيين ما لعبوش بدلت ليكيب شويه وزيد طرطون وسخانه بون سافا سا مارش رزينا شويه كنت ديفونس في الاكسيون تاع البونتو مي مش رزينة مي تنجم تقول معناتها قلة التركيز معناها كان شفت معناتها فوت من جنبه معناها ديجا حتى كي سنترها هو ما كانش شكل قوية ولا حاجة ديفي من البريمير بوتو معناتها بريسك كيما قلت لك معناتها مونك دو كونسنتراسيون هذيك في الزون هذيك الشامبيونز ليغ هذايا حسب رايك باش تكون أصعب من الموسم اللي فات ولا براتيكمون فرد نيفو؟ هو احنا مازلنا ما نعرفوش بفرق المنافسة لكن باش يكون بالنسبة لنا عندنا فما ضغط نوعا ما احنا مش مجبورين باش نقعدوا في المستوى نتاعنا وتعرف الوصول الى قمه معينه صعب لكن البقاء فيها اصعب. الوصول الى القمه صعب لكن البقاء اصعب هيثم والله الترجي حمل لقب قلت لك ستيل كيبا باتر في النسخه ذي نتاع ربيعه الابطال كما قلنا تو في الادوار صحيح معناتها هذا الدور الثاني التمهيدي مع عشر منافسين سهلين تو في الافريق المنتخب غامبيا نحكيو على الفريق هذا منتخب غامبيا هو بطل افريقيا في الاصاغر وفي الاواسط وفريق هذا معناتها كما قلت لك كان معناتها يستقبل الترجي كان عنده عرس وكانوا معناتها متحمسين ومندفعين ومقابله الترجي ما قاش فيها صعوبات نشوف في المباراه مباشره هاي الغيابات الكثيره في تشكيله الترجي كما كان يتحدث دي كاستيل خاصه 40% تقريبا من التشكيله ماهيش اساسيه اللي هما التراوي والمساكني و والمولي وعديد لكن تقريبا هما ثلاثه اللي كانوا متغيبين على التشكيله الاساسيه ساعه فريق الشامية اكيد فريق كيما الترجي يلعب على عديد الاوجه يلزم يكون عنده مجموعه معناتها محترمه من اللاعبين يكونوا في نفس المستوى وانا حبيت معناتها شكر للاعب بن عمر اللي ما استعملوش برشا فريق الترجي لكن وين استعمله يلقاه جاهز وهذا معناتها صعيب معناتها ملاعب يقعد ما يشاركش في المقابلات باش يكون جاهز وهذا معناتها يوريك اللي هو ملاعب محترف وقاعد في التمارين ينتبه ومركز
كل مستحق الترجي صراحة قاعد ديما يكون في المستوى. الترجي صحيح بعض الغيابات فيه ثم اضطرارية وثم اللي كانت معناتها نوعا ما خاطر أرضية الملعب كانت صعيبة، لكن بصفة عامة الترجي ما لقاش صعوبة كبيرة في المقابلة، دخل بقوة، دخل مراكز، سجل هدف وضيع عدة فرص أخرى، وكانت رد فعل معناتها أثر كرة ثابتة من فريق المنافس، وقلق الترجي معناتها في اللحظة ذيك بعد هدف مدة خمس دقائق تسجيل، لكن بعد سجل هدف ترجي سجل الدقيقة الرابعة والفريق، لكن بعد ترجي عاود استرجع معناتها الأمر وتحكم في نسق المقابلة في الشوط الأول. في الشوط الثاني زاد الترجي زاد صعد في مستواه وكان مركز وما حبش معناتها تحدث مفاجأة، حتى معناتها فريق الخصم في مناطق براتيكمون ما فاتش السنتر الا في كوره معناتها اثر غلطه من الدفاع عدم تركيز، لكن المقابله كانت صحيح، لكن المقابله الترجي قام بعدد فرص وضاع عدد فرص، ونتصور انا معناتها بقدره ربي في لقاء العوده معناتها تركيز وانتباه، وترجي بقدره ربي معناتها ما يلقاش صعوبه في المرور للدور القادم. اكيد ما نجموش نحكيو مع خاصه ترجي حامل اللقب للنسخه اللي فاتت، اكيد معناها يلزمنا نحكيو على ادوار متقدمه بعد دور المجموعات، لكن هاي ما تعطينيش رايك انه ديكاسيل خذا برشا وقت باش يعرف الفريق المنافس، تقريبا شفنا رياكسيون ورده فعل تاع ترجي كان في الشوط الثاني، معناتها الشوط الاول كل خسروا ترجي معناها. لا بالعكس هيثم، ترجي دخل مليح في المقابله، سجل وضاع عده فرص، وبعد يمكن لا شعوريا الملاعبيه حبوا يمكن يجاريوا المقابله، لكن الهدف اللي سجله الفريق المنافس الكره الثابته خلاهم يتحمسوا وقلقوا شويه ترجي مده قطعه 10 دقائق. الهدف اللي كان فيه فما احتجاج كونه معز بن شريفيه حال الكره ما دخلتش، معز بن شريفيه يقول لي ما فاتتش الخط الكره، ما نجموش نحكم ونحن ما عملناش تصوير. الحكم الموريتاني علي المغير فيه هو صحيح الحكم، هو المراقب الخط هو اللي كان الحق، حتى في كل اخرى كان معناتها ما كانش منصف ما كانش منتبه، فما كورتين اخرين معناتها كانت تماس لترجي وفما كور اخرى مخالفه ما شافهمش. هاي ثم خالد القربي وعودته للتشكيله الاساسيه. اي اكيد خالد القربي هو لاعب كان اساسي مع المدرب دي كاستيل الذي معناتها ابتعد على التشكيله، لكن البارح حقيقه كانت معناتها دخوله معناتها كان من الباب الكبير، لقى صعوبه درجيه ربع ساعه اكيد باش تلقى لي روبيرو نتاعو، لكن من بعد حقيقه قام كم عمل مشكله دي كاستيل معناها اكيد المرن يحب مشاكل من النوع هذا، معناتها ان شاء الله تكون منافسه كرويه نزاهه بيناتهم، حق ترجي فيه في المنطقه هذيك فيه ملاعبيه كلهم في نفس المستوى، وهذا ما نجم يكون يرجع كان بالنفع على ترجي. يعني اكيد لو كان التراوي لو كان النقائص الاخرى في تشكيله الترجي لكانت النتيجه مغايره. باش نقعدوا دائما مع رحله الترجي، بعض الاستفسارات وبعض المواضيع حول انتداب بعض الانتدابات حول خروج معناتها انتداب الذوادي، انتداب الكسيس وبعض الاسماء الاخرى. رياض بن نور يجيب، شكرا لك كنزاري على كل هذه الاسئله. الترجي الرياضي التونسي داخل المسابقه هذه تونون دو تيتر معناها حامل اللقب، اكيد باش يلقى صعوبات نتخيل اكثر من الموسم الفارط، بما انه صاحب اللقب الناس الكل تحضر له تحضير خاص، المسؤوليه تصعب علينا احنا زاده لانه المحافظه على اللقب ماهيش حاجه سهله وهينه، ولكن نتخيل كونه الترجي عنده قادر معناها باش يكون معناها في مستوى الامال الاحباء نتاعو. انا اقول لك اي لاعب في تونس طول اسامي ملعبيه كان تشوف انت من انتهاء فتره الميركاتو اليوم شنو هي الاسامي اللي تداولت على عمود الصحف باش تجي الترجي الرياضي التونسي. صراحه ينقصوا على الترجي ماذا بيا شويه من نوعيه الكلام هذايا، لانه عادل الشادي مع فريقه ويلعب بطوله افريقيا مع فريقه، يعرفوا اللي الكسيس مش ممكن للترجي الرياضي التونسي من غير ما ينتظروا الاجابه منه، مش ممكن للترجي الرياضي التونسي يخمم في انتدابه بما انه مؤهل في قائمه افريقيه نتاع نادي الزمالك وما ينجمش يكون مع الترجي الرياضي التونسي، ما ينتدبش انتداب باش يلعب به البطوله الوطنيه. زوير الذوادي بالنسبه للترجي الرياضي التونسي باش نحكي بصفه عامه ما نحبش نحكي على الكا، الترجي الرياضي التونسي لليوم ما انتدبش لاعب اللي نعلم انا ما انتدبش لاعب مباشر من النادي الافريقي، اللاعب الوحيد اللي تم انتدابه مباشر من النادي الافريقي كان في مفاهمه مع الهيئه المديره للنادي الافريقي معنا الكونفونسيون دو ترانسفير ومفاهمه واللي هو محمد بشقبجي. انا نحب نسال الناس يسميوا لي شكون في البطوله الاوروبيه تلعب كي الترجي التونسي اليوم
مش كلام هذا. 4-1 نلعبوا فيه 4-1 يا خويا، معناها صراحة احنا مسؤولين، تعبنا من التنقلات وتعبنا من فما بالك الملاعبية يعطيهم الصحة اللي قايمين بدورهم وقايمين بواجبهم. ترجي الأهلي التونسي انتم تعرف البطولة التونسية ماهيش سهلة، بثمانية انتصارات مازال الثاني. مدرب يربح 8 مباريات ما تنجمش تتكلم معاه، معناها ما تنجمش تحاسبه ولا ما تنجمش تقول له حتى شيء. الترجي استانس في استراتيجياته كونه يعطي فرصه كامله للمدربين للعمل. الترجي التونسي معناها اليوم ميشيل دي كاستيل باش ياخذ فرصته وباش نعطيوه كل لي زاتو دو ريوسيت الكل كيما خذاهم اللي قبله باش ينجح في الترجي التونسي، وحنا نتخيلوه باش ينجح لانه الكريتيك لازم منه هو بيدو باش يحسن روحه. ما احنا بيدنا كهيئة مديرة ما تخلينا نردو بالديفار، كان الكريتيك وكان النقد، ولذا النقد ماهوش ما يكونش اشكال، خاصة كي يبدا نقد على حسن النية ما فيش مشكل. اكيد رياض بنور وقت يتحدث على النقد اللي على حسن النية يتحدث على فتوح قناة حنبال، لانه النقد الغير اللي ماهوش على حسن النية خاتينا مع الناس. يا رياض بنور به في كلمة، ناس كل تشوف الترجي تلعب في كورة، سامحني تنتصر لك ما تلعبش كوره، مش قاعد تقنع ترجي. على الاقل ترجي وقت في المباريات الاخرى مع نبيل معلول في الايامات الاخرى تاع الشامبيونز ليج كان يقنع، كان للترجي وقت يلعب يظهر اللي هو باش ينتصر وعنده كاليتي كبيره برشا. تو مانيش قاعدين نعيشوا في الخاصيه هذه في الترجي هاي. والله صحيح، في بعض من الحقيقه ذا فيما يخص دي كاستيل. انا قلت بعد السوبر كوب اللي وقتها المجموعه كانت جديده عنده، كانت المجموعه وقتها ديسبرسي ما كانش تحت يده معناتها وقتها في التحضيرات، لكن توا معناتها لاحظنا احنا مع انتصارات في البطوله فما ترجي صراحه كي ينزل الميدان وقت النتيجه مازالت 0-0 ينزل بالثقل نتاعو وثم معناتها تنشيط هجومي وثم معناتها فكره معينه يلعب بها الترجي. لكن صحيح ترجي في المقابله هذه معناتها ينفع متى ينتصر ويسجل، صحيح كونه مردود معناتها وهذا مفهوم، انا قلت هذا مفهوم على خاطر الترجي يلعب على عديد الاصعده توا احد وربع يلعب براتيكمون حتى اخر الموسم توا باش يواصل هكا، ولذا معناتها لا شعوريا من اللاعبيه حتى كان ممرن ما نبههمش، لا شعوريا من اللاعبيه معناتها وقت اللي يحسموا نتيجه المقابله يخموا في المقابله اللي من بعد، وهذا مفهوم. لكن انا اشوف صراحه معناتها بدون معناتها ترجي كما قلت وقت ينزل الميدان ديما ينزل معناتها بثقل نتاعو ينزل معناتها باش يسجل، وقاعدين نشوف في تحسن معناتها. كانت هذا كل ما لدينا بالنسبه للترجي هذا التونسي.